المتلقي كيتقبل بعد الناس ما كيتقبلش عنده الحق. لكن اللي وليت كنشوفه حاليا شهرزاد هو انه ولات قلت الحياه قلت الادب والفضائح الفنانين يعني ولا العالم ديال الفن ما بقيتش عرفت واش حنا فنانين ولا وليت كندخل مثلا الانستغرام بلا ما تسوليني الاسماء بحال شي حمام عباد الله وكسالات كيدابزوا بعضياتهم هادي كتشير بهادي وهادي كتشير بها يعني داك الشيء دون المستوى دون المستوى واللي كينوض كيجرح في هادي ويدخل الحياه فلانه ويدخل الحياه فلان والعرض ديالك والشرف ديالك ولادك اش من حق اش من حق عندكم باش كتقطعوا بعضياتكم اش من حق عندكم شكون عطاكم هذا الحق باش غير اللي ناض كيجبد فلانه ويجبد لها امها ويجبد لها باه واش نتوما نسيتوا انك الموت كتخطف تقدر انت بعد ما تقول واحد الكلام اللي كيجرح تقدر من موراها تموت اش غتقول لي خلقك هذاك الانسان اللي غادي يبات كيبكي داك الليل كامل شحال واحد غيقدر يتقبل منك هذاك الشيء ولا ما يتقبلش منك يعني انا ما سوي كونت غاد الناس خصوصا متقفين متقفين واعين يا حسره خليكم شويه انا زعما النصيحه اللي كنقول خليكم شويه مربيين ما تبقوش تبينوا ان راه المغاربه هذاك هو النيفو ديالنا هذاك ماشي هو النيفو ديالنا هذاك ماشي هو النيفو المغاربه راه بلاد الخير المغاربه حل الباب ودوز مرحبا بك كل وشرب وما عرفت اشنو كرم الضيافه معروفين باشياء كثيره دابا ولينا معروفين بالهضور الخاويه وقطع فيا نقطع فيك وانت فيك وانت شنو فيك وانت علاش هادشي كامل باش نبوزيو لهلي يجيب بابا هاد البوز كاع اللي غادي يجيبو على الدل وقله الحياه وقله الادب لهلي يجيب هاد البوز باش انا نبان نتشهر وحقا ونبقى انايا كنبان كل نهار بالصوره وكذا كذا خصني نلقى شي موضوع نهضر فيه عطينا شي حاجه ديال الفن عطونا شي حاجه اللي نسمعوها في دونا ندابزوا على الاجتهاد اسيدي دخل الحلبه وراء دير الليغا ديال الفن وارى ما تعطينا عطينا الكلام هي حلبه فنيه ماشي ساحه فنيه سمحي لي حلبه بيان سور ولكن تكون روح رياضيه ماشي قيسه عليا قاتليني ولكن ماشي بالهضور الخاويه وبقلة الحياة راكي كتجيبوا الهضره غير والديكم راه ما تيقولوش هي لا تيقولوا والدها ما عرفوش يربيوها او ما عرفوش يربيوك يعني مثلا ملي كنسمعنا شي واحد كنقول واش هذا مربي في الدار ولا مربي في خيريه ولا راكم كنتي مربي في خيريه ما تيهضروش ولاد الخيريه هكاك يعني انا مشيت الحمد لله مشيت بزاف ديال الاماكن اللي خصني بالعكس نشوف ان نهضروا نيشان كاين دراري كابرين بلا والدين والله ما كيقولوش هضره اللي وليت كنشوف شي فنانين كيقولوها يا وليت كنستغرب كنقول كيفاش هذه قدرت تقول هذه الكلمه كيفاش هذا قدر يقول هذه الكلمه واش ما عندكمش ضمير واش الضمير مات واش هالدرجه ولينا كنجرحوا بعضياتنا انسان يوعى يعرف راسو اشنو كيقول